متابعات ومتابعي قناة ديالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير ورمضان مبروك إن شاء الله، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة والحمد. اليوم كيف ما وعدتكم سابقا في الفيديو القصير ديال البطبوط بأنني غادي ندير معكم الوصفة ونعرفكم على المكونات والعناصر اللي قلت لكم ما غاديش تصوروها، على بالكم إن شاء الله. إذن بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوها، غادي نحتاجو عدة عناصر. غادي نحتاجو الفينو، أنا درت أنا 200 غرام، وهنا كذلك بالنسبة للفورس كذلك خديت 200 غرام، وخديت كذلك 200 غرام من الكومبلي، الدقيق كومبلي بالنخالة ديالو، غير حيت داك النخالة الغليظة. ثم إضافة إلى ذلك كاين واحد العنصر اللي غادي يجيكم هو ربما جديد بالنسبة لكم، هو أنني خديت معهم 200 غرام كذلك ديال التشيشة رقيقة. علاش التشيشة رقيقة؟ لأنها كنعرفوا بأننا الإنسان إلا تياكل الخبز خصو ياكلو نيت وهو مدعم، وكنعرفوا بأن الفوائد ديال التشيشة بصفة عامة سواء رقيقة ولا غليظة ولا دقيق عندها فوائد كبيرة. والفائدة الكبيرة اللي عندها وهي أنها كتلعب واحد الدور كبير بالنسبة للمناعة ديال الجسم. إضافة إلى ذلك غادي ناخد واحد المعلقة ديال الزرارة، حبة حلاوة ونفعها هي، وخاصها تكون مطحونة ما نديروهاش حبوبة. ثم كذلك غنحتاج واحد ملعقة صغيرة ديال سكر سنيدة، وعندنا واحد شوية ديال الملح، كل واحد على حسب كيفاش كيبغي الملح. انا ما تنكثرش الملح في الاكل بصفة عامة. ثم عندي غادي ناخذ واحد شوية، غير خديت غير شي شوية ديال الخميرة ها هما انتم كتشوفوه. وإضافة الى ذلك خديت الخميرة البلدية، عندي تقريبا 5 المعالق بهذا المقياس، بهذا الملعقة 5 المعالق كبار. علاش؟ نظرا للفائدة الكبيرة اللي كاينة في الخميرة البلدية، فهي مكمل غذائي بالمكونات اللي فيها المفيدة للجسم. ثم عندي هنا واحد ضيف شرف، عندي واحد النبتة، هي شوفوها نبتة شوكية. قبل ما غادي نبدا العجينة، هاد التشيشة كنكب عليها شوية الماء ترطبها. إذا البنات ها هي هاد، شفتوا ها هي هاد التشيشة، ها هي رطبتها خليتها واحد 10 دقائق حتى رطبت باش تنسجم ليا مع هذوك سميتو العناصر الاخرى. ونسيت واحد المساله ما قلتهاش لكم، هو كندير واحد المعلقه ديال زيت العود، ها هما العناصر كلها درتها هنايا، حتى هو كنضيفوه المكونات باش كتكون العجينه رطبه. اذا دابا غادي نبدا ان شاء الله العجين. غير واحد المسألة اللي خصكم تعرفوها، بالنسبة للبطبوط راه عنده العجينة ديالو خاصة، ما خصناش نجريوه وما خصناش كذلك نقصحوه. ما خصناش نجريوه لأننا إلا جريناه ما كيتنفخش لينا، لأن البطبوط الجيد هو اللي تيتنفخ، لأن ملي كيتنفخ راه ديك الساعة كيطيب من الداخل. اما الا ما تنفخش بمعنى انه راه البطبوط ماشي هو هذاك. هاني دابا غادي نجمعها ان شاء الله، وغادي نخليها ترتاح واحد شويه حتى تنسجم العناصر كلها، وبعد ذلك عاده كنبدا.
درتي شويه خففتها، ولكن علاش؟ لان باش نخلي فيني 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 تطلق داك الفينو خصني نخليها هكا. من بعد غادي نرجع لكم باش تشوفوا القوام ديال هذا العجين. البنات ها هي العجينه دابا موجوده، ها هي شوفوا شوفوا القوام ديالها كيفاش داير. كيف ما قلت لكم ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه. راه درت ليها واحد شي شويه ديال الزيت انت باش ما تقرش. وغادي ندير غادي نغطيها بواحد البلاستيك يكون نقي، البلاستيك اللي دار يكون نقي، ونغطيها بواحد المنديل. وغادي نخليها تقريبا واحد 10 دقائق عاد نرجع ليها نديرها كويرات ونقرصها ونخليها حتى تخمر على خاطرها. عاد ديك الساعه نطيبها ان شاء الله باش نحصلوا على بطبوط رائع وجيد وناجح. البنات هي بعد مرور تقريبا 15 دقيقه هي العجين تضاعفات. شوفوا غادي نحيد من هذاك الهواء وندير هاو كويرات صغيرة. هاو درت 6 ديال الكويرات. اذا غادي نبدا نكورهم نحطهم في الطبق. كتكون شويه كبيره، غادي كنلاحظوا بان ديك ملي تنخليوها كترتاح حتى داك الشعير حتى هو تينفخ وما يبقاش قاصح. واخا سميتو التيشه الرقيقه راه ماشي بحال الغليظه، دغيا كترطاب. غير خصنا في البدايه خصنا نديروها نرطبوها. والفائده ديال الشعير راه كبيره في الخبز، ماشي لا تناكلوا الخبز ناكلوه نيت نلقاو فيه الفائده، ماشي بحال الخبز ديال الفورس داك المحرش ديال السلقه ولا هذا. وهذا البطبوط تقدري ديري فيه بزاف ديال الاشياء. ممكن ديري كاع بحال لاباز ديال هذا ديال البيتزا ملي كيتنفخ كتقسميهم على جوج كديري فيهم بيتزا كيجيو رائع وكيجي زوين. نتمنى تطبقوه وسيرتو بالاخص فهاد الفتره ديال رمضان. الانسان خصو ياكل شي حاجه اللي مفيده للصحه ديالو. هاد التقريصه ديال الدقيق راه درت فيها الفينو ودرت فيها الكومبلي، ما درتش فيها الفورس، لان الفورس ملي تديريه كديريه هذا البطبوط كيجي شهب ما تيجيش فيه داك اللون الزوين. هادي غادي نحيد واحد الوحيده غير صغيره. علاش هاد الصغيره؟ غادي تستغربوا هاد الصغيره تنديرها عباسيه، لان كتعرفوا دائما بالنسبه للخبزه الاولى دائما ما كتكونش بحال دوك الاخرينات. اذا هادي هي العباسيه كنديرها صغيره، هي اللي كنسبقها باش كنتيستي بها حتى السخونيه ديال هاد ديال الفر ديال المقلة. ها هي تنديرها غير صغيرة وكنخلي هاد الكريسات شي شويه يرتاحوا. ها هما درتهم انا في الطبق، ها هما الطبق فاش درت فيها هاد الكريسات. اذا غنخلي يرتاحوا شي شويه باش ما يستعصيوش عليا في هذا في التقراص ونرجع لكم ان شاء الله. اذا ها هما ترخاو شويه غادي نقرصهم دابا. نقرص هاد الأولى نوريكم حتى القياس ديال سميتو ديال هذا ديال البطبوطة. مخصهاش تكون غليظة باش متكونش فيها ديك البابا بزاف، ومتكونش عاوتاني رقيقة باش متكونش فيها غير القشرة.
شفتوا هذا الحجم ديال الغبض اللي تيكون فيها، واخا كتكون هكا ولكن تبارك الله ملي كتنفخ راه تنفخ واش نيت كانت غليظه. عاد ديك الساعه نرجع معكم باش نوريكم كيفاش كيطيب البطبوط، شحال من واحد ما تيصدقش ليه. اذا غادي نكمل ان شاء الله ونرجع معكم. البنات هاني قرصت البطبوط ديالي، ها هو، وشوفوا خصنا دائما نخلي واحد شويه ديال الفراغ بين البطبوطه والبطبوط. غادي نغطيه ان شاء الله وندفيه ملي خمر. بات المقله سخنات، راه طيبت ديك العباسيه ديك الصغيره وراه تيستيتها راه مزيان. اذا ها هي غادي واحد البطبوط اخرى باش يتنفخ البطبوط. غير نشوفوه بدا شي شويه كيطلع خصنا نقلبوه ما نخلي. والعافيه اللي كطيب عليها البطبوطه ولا البطبوط بصفه عامه خصها تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش قليله. اللي غادي نحاول نقلبها هي الله بدات تتحمر واحد شويه. اذا تبعوا معايا غادي تشوفوها كيفاش غادي تبدا تنفخ. شوف ها هي بدات تتكب تحمرات واحد شويه. اذا نشوفوا معايا هي كطلع. من راه من الصعوبه باش مثلا الا درتي تشيشه في البطبوط وتنفخ لك ويكون بهذا الشكل، في الحقيقه راه هذه راه شي مساله اللي ناجحه. شتو هي بدات كتحمر، شوفوا راه البطبوطات نفخات، لان ملي كتكون العافيه متوسطه عليها كطيب مزيان، ماشي بحال ملي تتكون مجهده راه بحال دغيا كتلتهب وكتكون كتبقى من الجناب ما طيباش من الوسط كذلك. ولكن بهذه الطريقه عرفتي كتكون رائعه، كيكون البطبوط طيب مزيان من الداخل ومحمر من برا، وهذا هو المطلوب. شفت مثلا غادي نجنبها هكا. شوفو دابا الحجم ديالها، شوفو قداش بلا شتو. اذا كنبقاو هكا نقلبوها حتى كطيب، عاد ديك الساعة كنحيد. البنات هاني حطيت بطبوطة اخرى، ها هي شوفي هاي بدات كطلع غير شوية، صافي خصني نقلبها اذا باش يتحقق المطلوب. اما بالنسبة لهاديك البطبوطة اللي طيبت ها هي شوفي تبارك الله خاوية من الوسط حتى التقديم الأخير، وغادي نفتحها لكم وغادي تشوفوها كيفاش دايرة. نكمل إن شاء الله ونرجع معكم. البنات ها البطبوط ديالنا ها هو موجود، شوف تبارك الله ديجا ديجا محمر وطايب. حتى هاد العباسية اللي كنديرها هي الأولى عادي ما حشمتني، شوف كيجا تبارك الله، شوف كيطايب من الداخل. وماشي غير هادي كلهم هكا جاو، حتى هادي شوفي هادي كيجي من الداخل، لانه ملي تنفخ تيطيب وجا محمر. شوفو تبارك الله، هذا بطبوط صحي ومقوي ومغذي في نفس الوقت. عرفتي واحد الريحه اللي طالعه منه ملي تتحلي، هذوك ريحه الزرار وريحه حتى ديك التشيشه كتكون غزاله، وريحه الخميره البلديه رائعه. وكنتمناكم تحترموا دوك المراحل وحتى الشروط اللي غنذكركم بها كخلاصه. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف. بالنسبه للطياب نطيبوه بالطريقه اللي بغيتكم، ملي نلوحو البطبوطه نلوحوها في المقله ما نخليوهاش تحمر. يلا تشوفوا دوك البواقات تيطلعوا، داك الانتفاخ بدا، نقلبوها مباشره وكنديروا غير واحد الوقت وجيز ثم نقلبوها باش كطيب مزيان وباش ما تحرقش، وكيبقاو بجوج لي دو كوتي هذوك الجوانب بجوجهم كيطيبوا من داكشي. ممكن تستعملوها كسحور وتقدروا تستعملوها حتى في الفطور. إذن كنتمنى هاد الوصفة تكون عجبتكم، واللي عجبتو يشجعني إن شاء الله باللايك والاشتراك والبارطاج. وصلكم الجديد، وانتظروني في الفيديو المقبل إن شاء الله، غادي نجيب لكم واحد وجبة سحور كذلك مقوية ومغذية وصحية. وإلى اللقاء.